فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية لدى إرنست جيلنر، ركز هنا على خصوصية الإسلام، حيث قلنا بأن نشر كذلك أحد كتاباته على الإسلام سنة 1982، حيث يرى بأن الدين الإسلامي هو دين منتشر على مجال شاسع، ولكن له تمظهرات متعددة ومن حيث الممارسة، حيث هنا ميز بين صنفين من الإسلام: إسلام الزوايا المنتشر عند القبائل، وإسلام العلماء المنتشر في المدن، في إطار ثنائية كذلك بين العلماء والزوايا، حيث برر انتشار الزوايا لدى القبائل بحكم أن هذه القبائل الأمازيغية أسلمت بطريقة طوعية وبطريقتها الخاصة، وفي المقابل كذلك طبعت الإسلام كدين بطابعه الخاص عبر الاعتقاد بالأولياء والزوايا لكونهم وسطاء بينهم وبين الإسلام، والإسلام الذي هو سواء في كتاب القرآن أو في السنة مكتوب باللغة العربية، وبالتالي نشأت لديهم علاقة أن هؤلاء الأولياء هم بمثابة الوسطاء بينهم بين سكان القبائل وبين الإسلام وبين الله. في مقابل هذا الإسلام الزوايا، تحدث جيلنر عن إسلام يتبناه العلماء في المدن، وصفاه بأنه يتميز بالاعتقاد بالوحدانية، على اعتبار أن سكان المدن يعرفون اللغة العربية ويمارسون مهنا مختلفة كالتجارة والحرف والإدارة، وبالتالي فهم ليسوا في حاجة إلى وساطة بينهم وبين الله كما كان الأمر بالنسبة للقبائل. هنا نلاحظ أن جيلنر يقارن بين الإسلام والمسيحية، متأثرا بفكرة ماكس فيبر الذي ميز بين العقلانية الدينية التي كانت تمارسها البروتستانتية في أوروبا وبين في المدن، والسلطة الكاريزمية للأولياء والزوايا في البوادي كما هو كان الأمر بالنسبة للكاثوليكية في أوروبا. هنا سيتحدث جيلنر عن نموذج زاوية أحمصال ووظائفها التاريخية، بحيث لاحظ أن هذه الزاوية الأخرى نظام انقسامي بحد ذاتها، بحكم أنها تنقسم إلى فروع صغرى وزوايا صغرى تابعة للزاوية الأم بمنطقة أحمصال وفق النسب الأبوي كذلك كما كان الشأن بالنسبة للقبائل. حدد وظائف صلحاء الزوايا فيما هو ديني كتعليم مبادئ الإسلام لرجال القبائل كما قلنا، وفيما هو اجتماعي كتدبير النزاعات والوساطة بين القبائل المتنازعة سواء بين المراعي أو بين الحدود، خاصة القبائل المحيطة بالزاوية كما أشار، خاصة القبائل أيت عطار، أيت سخمان، أيت يافلمان، وأيت مصاد، وأيت بوغماز. كما كانت هذه الزوايا كذلك تقوم بتنظيم المواسم وحماية القوافل التجارية وكذا المسافرين الذين يمرون بمجالتها. كما أن جيلنر يرى بأن الصلحاء لا يلعبون أي دور سياسي، أولا لأن رجال القبائل يرفضون التدخل في شؤونهم السياسية، وكذلك لكون هذه الزوايا مناطق السلم وبالتالي فهي لا تمارس العمل السياسي، ما عدا تزكية شيوخ القبائل الذين يتم تعيينهم على رأس قبائلهم في كل سنة. هنا سأتطرق إلى نقطة ثالثة، هو اهتمام جيلنر بالتحولات الاجتماعية التي عرفها النظام السياسي والنظام القبلي وحتى نظام الزوايا بعد الحماية وبعد الاستقلال. إذن في مرحلة الحماية قال جيلنر بأن القبائل ونظامها السياسي ومعها حتى الزوايا تراجعت أهميتها بشكل كبير لكونها قاومت الحماية الفرنسية منذ بدايتها، وهنا قدم نموذج لمقاومة زاوية أحنصال وقبائل المحيطة بها ضد الحماية الفرنسية سنة 1916، وكذلك ضد تدخلات الباشا القلاوي سنة 1922. في مقابل ذلك ساندت الحماية الفرنسية كثيرا العلماء في المدن وكذلك السكان هذه المدن. إذن بسبب هذه المساندة سيتنامى نفوذ العلماء الحضاريين وكذلك سكان المدن الذين شكلوا فاعلا آخر في النظام السياسي المغربي عبر ظهور ما سماه بالبرجوازية، وكذلك سكان المدن الذي تنامى أعدادهم بسبب موجات الهجرة القروية نحو المدن. إذن من أهم مؤشرات هذه التغيرات إحداث بنية إدارية جديدة
نزعت من الزوايا وظائفها الاجتماعية كما كتدبير النزاعات كما قلنا، وكذلك سلطتها الدينية والروحية وما كانت تتكلف به من تدبير الأسواق والمواسم. نفس الشيء بالنسبة للقبائل الانقسامية التي تم تعويضها بنظريات أخرى وإيديولوجية جديدة وهي إيديولوجية القومية، وخاصة التي تبنتها الحركة الوطنية بعد نشأتها، والتي اعتمدت على إسلام العلماء واللغة العربية لبناء الدولة الأمة عوض أمازيغية القبائل وكذلك عوض إسلام الصلحاء. كما عملت هذه السلطة السياسية على إقحام القبائل الأمازيغية في النظام السياسي الجديد الذي شكلته الحماية الفرنسية عبر تعيين العديد من شيوخ القبائل إما قياد أو إداريين داخل إدارة الحماية. نفس الشيء بالنسبة لصلحاء الزوايا، حيث تم تنصيب رواد هذه الزاوية قيادا على مناطق نفوذهم منذ سنة 1924. فيما يتعلق بالتحولات الاجتماعية لما بعد الاستقلال، تحدث جيلنر عن انخراط سكان القبائل الأمازيغية في الهجرة نحو المدن، وبالتالي تفكك البنيات الاجتماعية القبلية كما سنرى، انخراط العديد منهم في أجهزة الدولة كالتعليم المعرب والإدارات والإعلام وكذلك في الأحزاب الوطنية، تعيين العديد من شيوخ القبائل في دوالب إدارة الاستقلال كقياد ونواب برلمانيين ومستشارين جماعيين، وبالتالي أصبحوا يمثلون أحزابا إيديولوجية ولم يعدوا يمثلون أقسامهم أو قبائلهم في هذه المجالس. كما أن نفس الشيء بالنسبة لاستقطاب بعض صلحاء الزوايا من طرف الأحزاب السياسية وانخراطهم في بعض الأحزاب بعد الاستقلال. هنا سيتحدث جيلنر عن نظرية جديدة، وهو الانتقال من الانقسامية إلى القومية، حيث اعتبر بمائدا للانقسامية وكذلك منظرا للقومية، حيث كتب كتابا في القومية والقوميين سنة 1983، بما أن حيث يرى بأن هاتين النظريتين لها نفس الأهداف، وهي توحيد أعضاء المجموعة الاجتماعية ضد العدو الخارجي كما رأينا بالنسبة لانقسامية القبائل. فالقومية كذلك تعتمد على نفس المبدأ، هو تجميع القوى الاجتماعية لمواجهة العدو الخارجي، وبهذا تصبح القومية إيديولوجية انقسامية لكن ذات بعد مجالي محدد، بحيث أن هذا الانتقال التاريخي الذي أدخلته الحماية هو بمثابة الانتقال من التضامن الميكانيكي إلى التضامن العضوي، من الانقسامية إلى القومية كما رأينا عند دوركايم، حيث ظهر مفهوم جديد هو الدولة الأمة التي أصبحت تحتكر استعمال القوة الشرعية بمفهوم ماكس فيبر لفرض السلم الاجتماعي عبر خلق مؤسسات حديثة كما رأينا بالنسبة للإدارات بالنسبة للوزارات والمصالح الإدارية. وبالتالي هنا نلاحظ أن هذا المجال السياسي ينتقل من الانقسامية إلى العقلانية السياسية كما هو الشأن بالنسبة لأوروبا الغربية، إلا أن جيلنر يضيف مجالا آخر هو ما سماه ما بعد الحداثة وما بعد القومية، حيث بعد اعتماد النظرية القومية لمدة محددة أظهرت عدة اختلالات اجتماعية أخرى، كما سمى بأن غلو مؤسسات الدولة في المغرب الكبير في استعمال القومية العربية في الحياة السياسية في التعليم وفي الإعلام أدى حسب جيلنر إلى ظهور حركات ثقافية وجمعوية في المغرب الكبير خاصة المغرب والجزائر تطالب بإدماج اللغة الأمازيغية في الفضاء العمومي وفي الإدارات وفي التعليم، وهو ما اعتبره جيلنر بمثابة ظهور هوية ثقافية أمازيغية جديدة لما بعد الاستقلال عوضت الأمازيغية القبلية الكلاسيكية، حيث استطاعت أن تتحول خاصة في الجزائر إلى أحزاب سياسية منذ 1980 وإلى حركات احتجاجية ضد نظام الحكم، وكذلك المطالبة بإدماج الأمازيغي كما قلنا، وهو ما ساعد في المغرب إلى 2001 ظهور ما يسمى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والاعتراف كذلك في دستور 2011 بكون اللغة الأمازيغية لغة وطنية كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية. وأتوقف هنا كي لا أطيل عليكم، لأترك لكم المجال لطرح أسئلتكم عبر تعليقاتكم التي أعدكم أنني سأتفاعل معها بعد
هذه المحاضرات، وشكرا.